ويا هلا، اتمنى لكم يوم جميل. يا ترى لو عاوزه ابدا شغل بالابره دي، ايه الادوات اللي انا المفروض اوفرها وايه الادوات اللي ممكن تكون زياده عن اللازم كشغل؟ السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير. النهارده ان شاء الله هنفهم اكتر عن ابره الطنبور، وده اعتبروه اول درس تمهيدي للموضوع كله. هقول لكم بس في ايه هي الادوات. اول حاجه هي الابره نفسها، والابره نفسها زي ما قلت لكم قبل كده بتيجي بثلاث اسنان، تمام؟ طبعا السن بيجي مغلف كده، وده بيكون تبعا لحجم الخرز اللي انا هستخدمه او الخيط اللي انا هشتغل بيه، تمام؟ ده اول حاجه. تاني حاجه لازم طاره تطريز، مهم جدا اي حجم، ولكن يعني بالنسبة لي أنا أقل حجم هو مقاس العشرين أو التمانية وعشرين أيا يكن، يعني مناسب جدا لأنه بيسمح لي أن أنا أتحرك براحتي جوه الطارة، لأن طبعا شغلي كله هيكون جوه الطارة نفسها، وده مهم جدا أن أنا أكون إيدي رايحة جاية براحتي لأن طبعا مبتدئة. تاني حاجة هي الخرز، والخرز ده بقى يا جماعة حوار، يعني ممكن استخدم خرز زي كده اللي هو الطولي ده، تمام اهو، او اللولو اللي هو الخرز اللي هو الابيض ده، ممكن استخدم خرز اضخم من كده، ممكن استخدم الخرز اللي هو النوعية دي، تمام. يعني انواع الخرز بصراحة كتيرة. الهولدر ده عمل مشكلة على التيك توك وعلى الانستا، قالوا عليه طفيت سجاير، وفعليا طفيت سجاير وباين يعني من الحاجات دي، بس انا عجبني اكتر لان هو شبيه بده. اوكي، طبعا جاب كمية الوف بني ادمين فولورز مش عارف ايه، حاجة بصراحة فرستني جدا لانه بقالي 3 سنين بهاتي في حاجات كتيرة جدا، بس فولورز جام من طفيت سجاير، متخيلين؟ تاني حاجة هي الاقمشة. ايه نوع الاقمشة اللي انا ممكن استخدمها؟ طبعا ممكن استخدم الحرير والتل والشيفون. انا هنا معايا التل، طبعا التل لامع شويه ومش مطاطي قوي، نص، تمام. وزي ما انتم شايفين اهو، لو مش مميزين يعني تفاصيله اهو، بيكون اهو شفاف خالص كده، واللون اللافندر ده طبعا عجبني قوي، حتى لو بيلمع بس مش مشكلة، هنشرح عليه وهيكون ان شاء الله بسيط قوي وسهل. تاني حاجة هي الشيفون، وبصراحة الشيفون من الخامات اللي بكرهها في الشغل، بس يعني مش عارفة اذا كان هينفع ولا لأ بالنسبة لإبرة الطنبور اهو، لانه شايفين بينسل ازاي، بس طبعا دي الإبرة مش الصغيرة، دي إبرة كبيرة، تمام. طبعا في شيفون اقل من ده كمان، وهو ده المقصود اللي هو شايفينه حاليا في الصور. غير الماتيريال، طبعا انا بحب التل لانه حلو قوي في الشغله، يعني بيسهل قوي الاداء وبيبان في اي شغل حتى لو مش بيرفكت قوي. غير كل الحاجات دي بقى، ايه اللي المفروض استخدمه تاني؟ هي الخيوط اللي انا اصلا همسك بيها كل الليله دي. طيب بتستخدمي خيط ايه ومش عارف ايه؟ ببساطة جديدة، أول حاجة ما نستخدمهاش هي الخيوط دي، تمام، اللي هي البلاستيك، سواء بقى شفاف سواء ليلون، بس دي بتاعت حظاظات تعملي بها أي حاجة تاني، لكن مش للشغل ده. تاني حاجة ما نستخدمهاش هي الخيوط الشفافة السميكة، دي مش هتنفع، دي آخرها آخرها شنطة خرز ضخمة وبس، يعني ملهاش اي صفة تانية معانا، ولكن في منها بيكون خفيف قوي، مليات بسيطة من 1 ملي واقل كمان، يعني ده 7، تمام، في 1 ملي، في 3 ملي، هو ده اللي احنا نستخدمه، لكن ده ما ينفعش معانا في الشغل، ولكن هو نفس الشكل ولكن اصغر شوية في المليات وبيكون رفيع. طيب انا ما عنديش لا ده ولا ده، وبصراحه سعر ده كان اوفر، يعني ده كان ب 60 جنيه، طبعا لانه سمكه كتير وكانت عشان بقى على بعضها وكده ما بيتباعش غير كده، فطبعا كان غالي شويه. ممكن استخدم بكر التطريز، تمام، ايا يكن بقى اللون، يعني مثلا اللون ده حلو قوي مع لون الخرز الاحمر الصارخ ده، هيطلع حلو قوي.
كمان يطلع جميل يعني تحفة بجد. ف حلو قوي ان انا استخدمه معاه. اي لون خرز ممكن تستخدمي معاه الخيط الموافق ليه. لو انا مش هشتغل بخيوط معها خرز يعني مناسب قوي ان انا استخدم الخيوط التطريز ايا يكن النوع. يعني ده شركة القادسية اسمه حتى ملوش اسم يعني هو بس شركة القادسية وبس مش مكتوب عليه اسم. ده الجودي يعني انواع مختلفة. اهم حاجة بالنسبة لي هي ماتريال الفتلة نفسها ان هي ما تكونش بصوا يعني عشان اقطعها بتاخد وقت شوية تمام. فالافضل يعني هو الطب في الموضوع. شايفين ده قوي جدا اهو ده المطلوب يعني ده مش هيديني منظر ولكن مش احسن حاجة تمام. لكن ده بصوا ما بيتقطعش حتى بالايد ده نفس النظام. ده احتمال انه يقطع بالايد بشكل يعني بسيط ولكن لا برضو قوي. اقلهم هو ده لان ده في يعني نسبة قطن كتير وفي ماتيريال داخلة تانية. جميل قوي ان انا استخدم الكريستال في شغل الابرة دي بيطلع تحفة قوي. جميل ان انا استخدم الشغل اللي فيه الاسترسات. الشغل جميل قوي واسع قوي مميز قوي ولكن امكانياته كبدايه مش بسيطه قوي. يعني الدانتيل المتر كان بحوالي 50 جنيه جبت يا دوب نص متر. الخرز طبعا انتوا عارفين يعني العقد الكريستال لوحده بيبقى بمبلغ. الخرز ده برضو غالي. ارخصهم هو الخرز اللي هو في الهولدر ده تمام. بكر الخياطه العادي ما ينفعش معايا في ابرة الطنبور نهائي. هي دي كل الخامات اللي انا ممكن استخدمها وانا شغالة في بالابرة الشقية دي. طبعا دي بتعمل بيها اكتر حاجة شغل السواريهات. الدانتيل والتفاصيل دي بتتحط في السواري اكتر حاجة وبتكون النقش فيها ليه يعني ثمنه. ولذلك هي شغلانة مش بدايتها بسيطة من ناحية الخامات لان هي اصلا بيطلع من تحت ايدك شغل بألوف. فاهمني؟ بكده فيديو النهاردة يكون خلص. اتمنى يكون خفيف لطيف كده. اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد ونبتدي نعرف ازاي نجهز الطارة بتاعت التطريز لشغل الابرة الشقية بتاعتنا ونفهم اكتر عن ابرة الطنبور والغرز الاساسية وكل الحاجات الجميلة دي. تابعوني على الفيسبوك والانستا لو حابين. مع السلامة. باي.